صباح النور والسرور. اليوم جبت لكم وجبة خفيفة اللي هي عجة مرقاز. نجوزوا مباشرة المقادير. قبل ما نبدأ في المقادير نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمقادير وش عندنا؟ عندنا المرقاز اللي هو المكون الأساسي. عندنا هنا حبة فلفل مقطعة دي كوب، عندنا زوج حبات طماطم وربع سنين ثوم أمرابيين، عندنا زوج حبات بصل مقطعين تاني دي كوب، عندنا زوج حبيبات حار مقطعين دي كوب. بالنسبة للحار تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوهش، على حساب واش يحبوا أفراد العائلة. عندنا هنا كمية من المعدنوس، عندنا شوية زيت الزيتون، الملح، طماطم مصبرة تحبوا تعوضوها بالهريسة، هاد الشيء يرجع ليكم. بالنسبة للتوابل وش عندي؟ عندي العكري الحلو والعكري الحار أي البابريكا، عندنا الكركم، عندي الكمون نحب نضيف لها الكمون، عندنا فلفل أسود وراس الحانوت. بالنسبة للتوابل البنات كل سيدة تضيف التوابل اللي يحبوهم أهل البيت. نجوزوا مباشرة على بركة الله لطريقة التحضير. أول حاجة نبدأ بها هي نحط المقلة تاعنا فوق النار ونشعلوا النار عليها. هنا بعد ما سخنت لنا المقلة ديالنا نحطوا المرقاز، نطيبوا المرقاز هو الأول. هنا البنات راح نطيبوا المرقاز تاعنا في ليدام تاعو بدون أي إضافات، دونك هنا نطيبوه من لي دو كوتي. هنا بعد ما طابلنا المرقاز ديالنا انا ما نطيبوش 100% البنات باسكو راح نعاودو نرجعوه كلاصات. النوعيه تاع المرقاز اللي استعملتها، استعملت مرقاز تاع اللحم ماشي تاع الدجاج معمر بالشحم، شوفوا يعني ما تلقليش بزاف ليدان، دونك هنا استعملوا اي نوعيه تحبوها. نجوزو نحو باش نضيفو بقيه المكونات. عفوا شوفوا البنات ما فيه هو ذا قطره تاع الشحم، يعني ما تلقليش الزيوت تاعو. نديرو هنا كميه تاع زيت الزيتون، زيت الزيتون راح ينقص لكم الحار. نضيفو هنا البصل، نقلوه مليح حتى ياخذ لي اللون. علاش نبداو بالبصل؟ باش يطلق لنا البنه ديالو. هنا بعد ما دبل لي شويه البصل ديالي كيما راكم تلاحظوا دائما غطوه باش يدبل بالخف، نضيفو عليه الحبه تاع الفلفل. بالنسبه للفلفل تحبوا تضيفوا فلفل الوان يعني اصفر احمر برتقالي، هذا الشيء يرجع لكم. نزيدو نحطوهم يدبالوا مع الحار. نقول لكم ونعاود لكم البنات بالنسبه للحار تحبوا تضيفوه تحبوا تستغناو عليه على حسب واش يحبوا في الدار. حنا يحبوا الحار دونك حنا راح نضيف الحار ونضيف الفلفل العكري الحلو، ولو كان عندي هريسه نزيد نضيف الهريسه. نخلطوهم هكذا بهذا الشكل ونزيدو نغطوا عليهم هكذا. هنا بعد ما دبل لي البصل مع الفلفل الحلو والفلفل الحار نجوزو نضيفو طماطم تاع الحب اللي قلنا زوج حبات مع ربع سنين الثوم. نضيفو بقيه المقادير، هذا الطبق خفيف ويوجد بالخف. نضيف التوابل نعاود نذكركم فيهم، قلت لكم كركم، كمون، فلفل اسود، راس الحانوت، العكري الحلو والعكري الحار اي البابريكا. نضيف هنا طماطم المصبره ونضيف كميه تاع الملح. هذا الطبق نقول لكم نعاود لكم خفيف ظريف ويزيد البنه تاعو خرافيه. بالنسبه للملح ما تكتروش يعني روحوا معاه بالعقل سورتو المبتدئات. نخلطوا الكل مع بعض، نضيف عليه نص كاس تاع ماء، نعاود نرجع عليه المرقاز اللي كنت نحيته وقطعته بهذا الشكل. تحبوا تخلوه حبيبات تحبوا يعني تقطعوه، انا فضلت نقطعه باش يجي ساهل في الاكل. نغطي عليه نخلوه يطيب شويه واحد الخمس دقائق حتى لسبع دقائق باش نفقصوا عليه البيض. احنا بعد ما طابت لنا العجه تاعنا، شوفوا البنات هنا يعني كنصيحه انا مجربتها من قبل، اللي يحب التغماس يخلي لها شويه بويون، واللي ما يحبش يخليها تزيد تنشف. احنا يحبوا التغماس صراحه. دونك هنا واش نجوز ندير لها؟ نجوزو نضيفوا لها حبيبات بيض اونتي يعني كاملين وبلا ما نخلطوهم كيما راكم تلاحظوا. هنا ديروا على حساب افراد العائله، كل وحده كل سيده يعني دير على حساب عدد افراد العائله هكذا. نغطوا على البيض تاعنا باش يطيب لنا من الفوق ومن التحت، يعني يطيب كامل كيفاش يقولوا باش ما يبقاش خضر. فوالا هكذا نغطوا عليه نخلوه يطيب. هنا بعد ما طاب لي البيض ديالي نجوزو نطفيو عليه بهذا الشكل، نرشو عليه شويه معدنوس
ونقولكم تشوفوه بحول الله تعالى في صحن التقديم. شوفوا الشكل تاعها ما شاء الله. البنات نقولكم حقكم في الجنه ما ملاصوص تاعها، خاطر شاب الله الله، يعني ما ممكن تخلو حق التغماس بمطلوع ولا بخبز بولونجي، يعني راح تجي بنينه. نقولكم انتظروني دوك تشوفوني بحول الله تعالى في صحن التقديم. هنا بعد ما طابت وطفينا عليها، النتيجه اللي تحصلنا عليها البنات هذه هي. شوفوا كيفاش جات، قلني لكم هنا بالمقله جات تحفه. هنا نجوز نسقيوها مع بعض. قلت لكم بالنسبه للبيض كل فرد من افراد العائله ديروا له حبه تاع ولا الدجاج هكذا اوبلا. هذه هي العجه تاع المرقاز. بسم الله شوفوا لاصوص تاعها كيفاش تجي خاطره. ما شاء الله. صبروا نسقم لاصيات ما كانش مسقم. شوفوا ما تجيش مايها، ممكن تخلوا الترميسه ما راحش تجي مايها. شوفوا كسوسوا في المقله ولا في الصحن. هنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل، النتيجه اللي تحصلنا عليها هذه هي، ريحه بن شكلا مذاقا كل شيء على بعضه، وزيد اون بلوس سهله توجد بالخف وخفيفة. بالنسبة للمرقاز يعني كما نقولوا احنا خير البوشي اللي تشريو عليه، يكون المرقاز تاعو نوعية جيدة، سورتو رانا على أبواب فصل الصيف نخافو لي توكسيكاسيون، دونك احنا المرقاز يعني شريوه من مكان ثقة. نقولكم صحة فطوركم، اتحلاو في روحتكم. الوصفة المجية، سلام سلام.